حياكم الله مشاهدينا الكرام دائما في برنامجكم بالعربي، وطابت أوقاتكم بكل خير. في حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم بالعربي نتناول الجمال والتجميل. اختلق الإنسان منذ الأزل أسبابا ومبررات للهوس بالمظهر الخارجي، واليوم ربما لا يشعر أحد بضرورة التبرير، فالأمر بات ظاهرة اجتماعية وثقافة سلوكية تمس شريحة أوسع حجما وأصغر سنا. فعدم الرضا على المظهر وتقليد المشاهير أطلقا العنان لرواج جراحات التجميل وألهب شهية صناع الجمال. وأمام تزايد العرض والطلب في سوق الجمال، بات السؤال مشروعا حول أخلاقيات المهنة ومبادئ الشرع وضوابط القانون واللوائح في هذا الشأن. الجمال بين الحاجة والضرورة، بين الحقيقة والوهم، الجمال بين الطب والتجارة، بين الانجراف والانحراف، بين الحرمان والإدمان. فهل نحن أمام صناعة جمال؟ وهل حاجة الأفراد للجمال حجبت حقيقة أنه نسبي ومعاييره متعددة وتسع الجميع؟ بالعربي قررنا أن يكون موضوعنا حاضرا في هذا اليوم، وضيفنا من خلال الدكتورة شمايل السنافي استشارية الأمراض الجلدية والتجميل. دكتورة شمايل حياك الله. هلا فيك. سعد مباركة. ساعتك أبرك. سعداء بوجودك. تشرفت بوجودي معكم. الله يحفظك. اليوم الموضوع شائك ومتشعب، وراح يكون قد يكون في حرج كبير عليك كونك أنت الاختصاصية، ونتكلم عن يعني تصحيح بعض المفاهيم اتجاه موضوع صناعة التجميل اللي أصبحت يعني الآن صناعة رائجة جدا. نتابع هذا الموضوع من خلال هذا التقرير ثم نعود لضيفتنا الكريمة. سيلفي هي أبرز كلمة أضيفت إلى معجم أوكسفورد الإنجليزي في عام 2013 بعد أن أصبح الناس أكثر اهتماما بمظهرهم، فازداد الإقبال على عمليات التجميل مما يؤشر إلى تغير في مفهوم المجتمع عن الجمال. الإحصائية تشير إلى نسبة 6 إلى 15% من الذين يلجؤون إلى عمليات التجميل يحتاجون إلى علاج نفسي وليس إلى جراحات تجميلية، فالهوس بالقيام بالعمليات التجميلية وعدم الرضا الدائم عن نتائج تلك العمليات هي من الأعراض الشائعة لمرض اضطراب التشوه الجسمي. 70% من البالغين في الكويت خضعوا لعملية تجميل واحدة على الأقل. 30% من عمليات التجميل في الكويت يجريها الرجال. النساء أكثر إقبالاً على جراحات التجميل بمعدل 7 إلى 1 مقارنة بالرجال. الكويتيات ما بين 40 إلى 45 سنة يقبلن على عمليات الفيلر والبوتكس. كل ذلك ضاعف الحاجة إلى عمليات التجميل وجعلها في انتشار سريع بين الرجال والنساء من مختلف الأعمار، فتكاثرت معه عيادات التجميل ومحترفوه ودخلاؤه وبائعو الأوهام. عمليات التجميل بين الحقائق والأوهام نطرحها بالعربي على استشارية الأمراض الجلدية والتجميل الدكتورة شمايل السنافي الحاصلة على الدكتوراه في الأمراض الجلدية والتناسلية والتجميل والزمالة الأمريكية في أمراض الأنسجة الضامة، لتساهم معنا في محاولة للتعرف على الإشكاليات المطروحة لهذه القضية. بالعربي نتساءل، عمليات التجميل ما هي الحقيقة وما هو الوهم؟ حياكم الله من جديد، وضيفتنا الكريمة الدكتورة شمايل السنافي. دكتورة، اليوم احنا ما احنا في صدد ان يعني نقول هذه العملية صح او هذه خطأ او شلون تكونين جميلة. احنا اليوم امام ظاهرة البعض يصنفها بانها مرض نفسي، اللي هو الاتجاه الى التجميل بشكل مستمر وبشكل زائد عن الحد واحيانا دون حاجة. لكن بالبداية قبل ما نخوض في هذا الجانب، الجمال له تعاريف مختلفة ونسبي مثل ما نعرف، من أمة إلى أمة ومن يعني دولة إلى دولة يختلف الجمال في أفريقيا غير الجمال في آسيا غير الجمال في الحضارات القديمة. باعتقادك هذا الاختلاف في هذه المفاهيم، أنتم كأطباء كيف تقفون أمامه؟
اوكي، اول شيء بس تسمحوا لي اليوم انا صوتي رايح شوي مزكمه، نشوف ان شاء الله. شر ما يجيك. ني عند نقطه وايد مهمه استاذ غالب. اول شيء خلينا نفرق ما بين نقطتين، ما بين التجميل وعمليات التجميل وما بين محاربه الشيخوخه. هل انت تبي تصنف البوتوكس من التجميل، ان انا ابي اشيل التجاعيد هذه اللي موجوده عندي في البشره كتجميل، ولا ان للمحافظه على البشره وعلى نضاره البشره او على عمر البشره لا يتقدم في العمر؟ فاحنا لازم نقسم. خلينا ناجل هذا الموضوع شويه، يعني لان موضوع التجميل لتاجيل الشيخوخه ومظاهر وخطوط الشيخوخه يمكن هذا موضوع ثاني. لكن التجميل هل الان انتشاره دليل على ان في اشكال نفسي عند البعض بان اللي يحتاجه واللي ما يحتاجه قاعد يسوي؟ في طبعا عامل نفسي يلعب دور في الموضوع، السوشيال ميديا واللي قاعد يصير بالسوشيال ميديا والتاثير على المراهقين من خلال السوشيال ميديا، هذا يلعب دور في الموضوع. ما هذه النقطه اللي انا برجع فيها، هل انا احتاج الشيء هذا ولا ما احتاجه؟ انا مثلا من يقرر الاحتياج؟ الدكتور ممكن هو اللي يقرر الاحتياج، او المراجعه نفسها تحس ان هي تبي تغير او تبي تحسن من الوضع اللي هي فيه. بالتالي اذا جات مراجع او مراجعه، خلينا نقول لان الاغلبيه من المراجعات في رجال وايد، في رجال احنا قلنا يمكن 30% من اللي موجودين في الكويت يعني يتجهون، من العدد اللي يروح لعيادات التجميل 30% منهم رجال. اذا كان الطبيب يقول لا، هل يسمع النصيحه المراجعه تسمع النصيحه وخلاص تمتنع وتاخذ براي الطبيب؟ في بعض المراجعات لا، ما يسمعون الكلام. الحين لما نبني نسوي تجميل او عمليه تجميل او اجراء تجميلي، تي المراجعه يا دكتوره انا احتاج اني انا اكبر شفايفي على سبيل المثال. الدكتور يفحص ويقرر هل هي تحتاج تكبير شفايف ولا لا. اللي علي انا كطبيبه عندي ضمير ان انا اقول لها ما تحتاجين في حال اذا هي ما تحتاج، واذا احتاجت اقول لها بسوي لك شيء جدا بسيط بالنسبه حقها. فوايد حالات ما يحتاجون والدكتور يرد المراجع هذا. خليني انقل الموضوع الى شويه مساحه ثانيه. أي؟ يعني بمعنى تغيير او تجميل شكل الانسان، هل يكسبه باعتقادك من واقع خبرتك والتعامل مع هذا الامر، يكسب احترام الناس مثلا، يكسب الحصول على مظهر، قد هذا المظهر يساعده في الحصول على وظيفة أفضل، على مكانة اجتماعية أفضل أمام الناس؟ لا، أنا الحين النقطة اللي أنا قاعد أقول لك عنها، في ممكن عندنا عامل نفسي يلعب دور في الموضوع، ممكن ضغط اجتماعي يلعب دور في الموضوع. العامل النفسي إن أنا مثلا في مرض نفسي يسمونه البادي ديسمورفيك ديس أوردر، إنه توقف قدام المنظرة. بالعربي شنو يعني؟ ما اعرف اقوله بالعربي، بالعربي ما اعرف اقوله. في خلل يعني نفسي، انه يكون إنه يشوف مظهر عدم الرضا عن النفس، متلازمه عدم او خلل عدم الرضا عن النفس، ان لما تطالع روحها في المنظره تكون هي وايد ضعيفه، تبي تضعف اكثر من ما هي عليه. فهمت قصدي؟ فما تحس باللي قاعد تشوفه، مخها قاعد يقول لها شيء ثاني. فواحدة تسوي شفايفها وتكبرها على سبيل المثال، تبي حجم أكبر وأكبر وأكبر، طول ما هي قاعد تبي تكبر شفايفها. فهني تي وظيفة الدكتور إنه هو يوقفها عند الحد هذا، ما تزيد عنه. أحيانا ما تعتقدين يعني غير موضوع كسب احترام نظرة الناس، البحث عن وظيفة في مكان جديد مثلا يحتاجون إلى شكل أصغر أو فيها شويه من تاخير الشيخوخه، أكيد. او ارضاء لغرور نفس الشخص، ارضاء غروره يبي يحس انه يعني هو ما كبر الى الان. اكزاكتلي، ما هذا انا مثلا، انا لو انا ماني طبيبه جلديه وتجميل ما كنت راح اقبل ان انا اشوف تجاعيد عندي في البشره، فكنت راح اروح حق هذا. وانت بعد طبيبه تجميل؟ هذا وانا طبيبه تجميل. ليش تعتقدين ما احب اكبر؟ الانسان يعني يبي يعيش زمنه وزمن غيره، ما هو العمر وسنة الحياة إن تكبر وإن تبين عليك تجاعيد الزمن. أكيد سنة الحياة إن إحنا نكبر، بس في ناس وايد أعمارهم بالستين تشوفهم شباب من داخل ومن برا. أنا ما أتكلم بس من برا والشكل الخارجي، إن يكون شيء من داخل ومن برا. مسألة إني أنا أهتم بنفسي وأهتم ببشرتي وإن أنا أحافظ على بشرتي من الشيخوخة، هذا ما قاعد أعيش أنا زمني وزمن غيري، خل غيري يعيش زمنه وأنا بيعيش زمني وزمن غيرك.
زمني بروحي وخل غيري يعيش زمنه. بس النقطة اللي بقول لك إياها كطبيبة تجميل، أنا ما أقدر أقعد في العيادة وتجيني مراجعة للتجميل وتشوف أنا شفايفي وايد كبار أو أنا التجميل اللي أنا مسويته يخرع، هي راح تخاف مني، فأنا يكون شكلي دعايتي في قصدش مثال عملي جيد للاحتياج هذا التجميل. بالضبط، ففي عملي هذا اللي أنا أسويه. هل ممكن الطبيب في مثل حالتك اللي والكثير من الأطباء من الزملاء والزميلات اللي نوجه لهم التحية اللي عندهم عيادات وفاتحين عيادات، هل ممكن يقول حق المريض اللي يبي يسوي عملية تجميل أو تأخير شيخوخة أو أي تدخل جراحي من أي نوع، يقول له لا هذه العملية ما تصلح أكيد لك أكيد أو أنت ما تحتاج؟ أكيد في وايد أطباء عندهم ضمير ويقول حق المراجع الكلام هذا، والعيادة اللي فاتحة والمصاريف اللي عليه. سبحان الله، أنت إذا يكون عندك ضمير أستاذ غالب وتخلي المراجع يروح وما تسوي له شيء ما يحتاجه، الله راح يبعث لك بدالها الواحد 10. كم من 10 تقولين لا؟ أنا تقريبا إذا يوني 10 3 يمكن أقول لهم لا، 3 أقول لهم لا. هل هذا يعني توجه عند أغلب الأطباء أطباء التجميل؟ ما أقدر أقول الكلام هذا، بس في وايد أطباء يخافون الله وعندهم ضمير، واللي ما تحتاجه ما يسوي لها إياه. الآن خليني أرجع للتجميل من أجل تصحيح يعني وضع خلقي. الله خلق مثلا عيب معين في وجه الإنسان، تشويه في الخشم، في 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 الشفة الأرنبية ولا غيره، أو يعني تشويه نتيجة حادث لا سمح الله، أو رفاهية واحد يبي يدلع عمره شوية. صح. هني أنتم مثل هالحالات شلون تصنفونها؟ شلون تعاملون معها مع كل واحد يأتي لسبب من هالأسباب؟ أوكي. الحين هي قلت لك نقسم أول شيء لازم من البداية، والمشاهد لازم يفهم من البداية. في عندنا جراحات تجميلية اللي هي عمليات التجميل اللي لازم بنج وجراحة ومشرط، وهذا اللي يقوم فيها جراح التجميل. وفي عندنا الإجراءات التجميلية الغير جراحية مثل حقن البوتوكس وحقن الفيلر والتقشير الكيميائي والتقشير بالليزر والأشياء هذه كلها. ففي عندنا جزئين، الجراحي والغير جراحي. أنا كطبيبة جلدية وتجميل أنا تخصصي الغير جراحي، أوكي، فمثل نفس البوتوكس ونفس الفيلر. جراح التجميل طبعا هو اللي يتعامل مع حالات الجراحة، وحالات الجراحة تنقسم، في عندنا وايد أشياء تجميلية وأشياء مثل ما قلت من بعد حادث الخروق والترميم أو تصحيح التشوهات الخلقية نفس الشفة الأرنبية. طيب أمام هالحالات من يقرر، الطبيب ولا أكثر من طبيب، بأن يعني أن أنت تحتاج ترميم؟ يعني دخلنا في مسألة أحيانا شائكة، أحيانا إذا قلنا ترميم فهذا ضرورة يصنف البعض نتيجة حادث أو حريق أو غيره، لكن اللي فجأة يقول أنا مليت من شكلي أبي أغير تغيير، يعني حتى مو مبين عليه الكبر، بشرته زينة وكل شيء زين عنده، هني هل أنت توافقين على العملية كطبيبة؟ تغيير شكل؟ تغيير هوية. تغيير هوية الشكل، يعني الخشم عود يصير صغير، الشفايف صغيرة تصير عودة، الخدود عادية تصير كبار، يعني تغيير 180 درجة، بحيث أن أنا مثلا لو تجيني وتقول لي أنا بأغير شكلي، بس هل الشخص هذا يكون نفسيا متزن لما يطلب الشيء هذا ولا لا؟ طيب، هل هو وايد متأثر؟ هل الطبيب أيضا متزن بحيث أنه يجيبه على طلبه؟ بعض الناس إيه في مراجعين وفي أطباء أنا أعرفهم وفي طبيب أنا أعرفه حول شكل بنت إلى شكل نانسي عجرم، طبعا مو بالكويت، في أحد الدول العربية، حول شكل بنت إلى شكل نانسي عجرم بالضبط نفس نانسي. من خلال بعض المشاهدات اللي نشوفها في يعني لما حضرنا إلى هذه الحلقة شفنا بعض المشاهد فعلا، يعني تأتي مثلا مريضة خلنا نسميها بين قوسين وتقول أنا أبي شكل الممثلة الفلانية أو المطربة الفلانية، هذا وارد عندكم بكثرة؟ وايد تي حالات أبي شفايف مثلا إليسا، أو أبي زمة الشفايف مثلا هيفاء وهبي، أو ما يصلح. تؤيدين هذا التوجه؟ لا لا،
نهائيا لا. ما اقدر انا من تجيني المراجعه تقول لي دكتوره انا بنفس الشفايف اقول شيلي تليفونك، انا ما اسوي لك نفس شفايف احد، انا اسوي اللي يلوق لك واللي انا اشوفها زين. الامر له بعد نفسي اللي متلازمه عدم الرضا بالشكل، يعني ترجمه ما تفضلتي فيه بالعربي قبل قليل، لا بعد نفسي. خلينا نتابع دكتوره نشوف يعني اسباب البعد النفسي هذا ونرجع لك. في الآونة الأخيرة أصبحت ظاهرة هوس العمليات التجميل للأسف عند الرجال والنساء، طبعا يرجع حق أسباب كثيرة ومنها الانفتاح على العالم الخارجي، فنلقى المرأة أو الرجل لما يشاهدون المقاييس الجمالية اللي عند الرجال والنساء في الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي فيحبون يكونون نفسهم، فيبدون يتجهون حق عمليات تجميل ويكون عندهم هوس. واللي يسوي عملية تجميل نلقاه إذا ما كان في عيب خلقي نلقاه يركز إنه يجمل نفسه مرة ورا مرة وما يكون راضي عن نفسه. طبعا هذا يرجع على السبب الثاني اللي هو قلة الثقة بالنفس، فيعوض هذا النقص وقلة الثقة بنفسه من خلال الشكل. بينما السبب الثالث وهو الأهم وهو المثالية، أن الإنسان يحب يكون يشوف شكله بصورة مثالية وكمالية، وهذا الهوس هو هوس المثالية والكمالية، فما يكون راضي عن نفسه مهما كان. حياكم الله من جديد. والدكتور شمايل السنافي، يمكن استمعنا الأستاذ أنوار الحمد وموضوع البعد النفسي، لكن هذه العمليات الجراحية بما حكم أنها أصبحت الآن منتشرة، فنسمع بين فترة والثانية ونقرأ بأنه تم إلقاء القبض أو إقلاق مثلا ناس يمارسون هذه المهنة بدون ترخيص، اللي هو في موضوع البوتكس والفيلر، قام يسوونها ناس غير مختصين في صالونات التجميل العادية الكوافير. انتوا شنو موقفكم كأطباء يعني من اذا سمعتوا مثل هالحالات هذه؟ اوكي، هذا سوق وكل واحد ممكن يجي ويعرض بضاعته، بس هذه خطر اللي قاعد يصير. انا ما اشرح على اللي قاعد يعرض بضاعته، انا اشرح على اللي قاعد يشتري من مكان غير متخصص. عندي دكتور زياد فغالي زميلي من لبنان يقول لي سوينا حمله بلبنان، حملة بين التشويه والتجميل 12 سنة طب، أنت لازم تدرس 6 سنين أو 7 سنين طب ومن عقبها 5 سنين على الأقل بورد تخصص. المشكلة عندنا هني أن الكل صاير طبيب والكل داخل في مجال التجميل والكل صار خبير تجميل وطبيب تجميل. ليش دكتورة ما في تنظيم؟ ما في عندنا ضوابط، احنا ما في عندنا ضوابط، ممكن اي شخص يفتح عيادة بدون اي ضوابط ويشغل ناس هم بدون اي ضوابط، ما حد يدري عنه. من المسؤول عن وضع هذه الضوابط؟ وزارة الصحة طبعا هي مسؤولة عن الضوابط هذه، وزارة الصحة قاعد تسوي الدور اللي عليها، بس تلحق على شنو ولا شنو؟ باعتقادك لو وضعت هذه الضوابط، ابرز هذه الضوابط، لو انت من يضع الضوابط، شو تحطين اول رقم في الضوابط هذه؟ أول شيء إن اللي يقوم بالإجراءات التجميلية لازم يكون شخص متخصص. أنا ما أقدر أجيب واحدة أقول عنها خبيرة تجميل مو دارسة طب وتي تحقن. المشكلة مو بالحقن أستاذ غالب، المشكلة لما تصير المضاعفات منو راح يصلحها؟ صحيح، ما اللي راح يصلحها راح ترجع حق دكتور، دكتور لازم يكون متخصص. وعاد نلحق ولا ما نلحق؟ صحيح. على هالحالة جيكم حالات تشويه نتيجة إنه اللي قام بعملية الحقن ولا أحد غير متخصص من هالصالونات، وبعدين تعال يا الطبيب، تعال يا دكتورة شمايل وزملائها من المتخصصين، لحق علينا وايد. أنا أعطيك مثالين. المثال الأول هو حقن مواد الفيلر الدائمة اللي تمت بالصالونات وعن طريق نساء يجون للبيت من الجنسيات الآسيوية، وهذا بعد 10 سنين ممكن يصير فيها التهاب وممكن يصير فيها صديد وممكن نحتاج إن إحنا نسوي عملية جراحية حق الحالة هذه. مواد دائمة حسب ما فهمت. مواد دائمة وفي مواد غير معروفة وغير مرخصة، بس مشكلتنا هي ما تطلع من الجسم ولا نقدر إن إحنا نذوبها. هذه النقطة الأولى. يجونا بعد 10 سنين تعالوا شيلوا لنا المادة هذه اللي احنا حطيناها.
أيون حق الأطباء. النقطة الثانية، من كم يوم أنا بعثت لي وحدة على الانستغرام صورة الأنف، قالت لي دكتورة أنا حقنت فيلر في الأنف عندي. فيلر في الأنف واللي هو طبيا ما يصير. يصير إن فيلر في الأنف لتقويم الأنف وممكن نحن نسويه. طيب. بس إذا ما يكون الطبيب مختص ممكن تصير مضاعفات. ما هي المضاعفات؟ إنك أنت ممكن تحقن داخل الوريد ويتسكر الوريد هذا أو الشريان هذا اللي موجود في منطقة الأنف، فيمنع الدم أو وصول الدم إلى منطقة الأنف. فالمنطقة هذه ممكن إن هي يصير فيها غانغرين وما يصل لها الغرغرينة وتصير سودة وتتآكل المنطقة هذه وما تقدر تصلحها لأن هذه منطقة غضروف. فلما بعثت لي قالت لي أنا رحت حق الدكتور ذوبني الفيلر وقال لي هذا هيربس. الحين الدكتور منه؟ الدكتور غير معروف اللي هي عدوى الهيربس اللي هي عدوى. قلت لها عزيزتي أنا ما أتوقع أن هذا هيربس لأن الهيربس ما يظهر بالشكل هذا، بس الدكتور مو معروف وما أدري شنو شهادته. مو معروف إنه متخصص في هالجانب. مو معروف إنه متخصص بالجانب هذا وما أدري شنو شهادته للأمانة لما قالت لي اسمه، بس أنا ما أقدر أسوي شيء يعني في الحالة هذه، خصوصا في حالات مثل هذه أقولها دائما رجع حق طبيبك خلي يشوف لك حل حق. في فئة أخرى من يعني الموضوع، بما إن أنت أسميتي بزنس وسوق قبل شوي، في موضوع هو طبيب ومن جامعة معروفة وطبيب زين في تخصصه، قد يكون جهاز هضمي، قد يكون طبيب أي شيء من متعلق بجسم الإنسان، لكن شاف أن الجراحات التجميلية تجيب فلوس. صح. فيعني خذاله دورة أو خذاله كورس أو سموها اللي يسمونها يعني دراسة سريعة، قام يسوي عمليات. أوكي. هني شنو خطورته أيضا هذا النوع من الأطباء؟ أول شيء إذا هو طبيب هذا رقم واحد لازم يكون طبيب. طبيب هو طبيب. ممتاز. بس طبيب. مو تخصصه بس لازم يدرس تخصص. ما أنت لازم تدرس تخصص عشان تقدر تسوي الشيء هذا. أنا علشان أي أمسك أسوي بوتوكس ولا فيلر هو طبيب ممكن يسوي أي شيء. أنا كطبيبة الحين أنا طبيبة جلدية وتجميل، أنا ممكن أعالج طبيب باطن مريض باطنية لأن أنا طبيبة، بس ليش تخصصي؟ فإحنا نوزع التخصصات على الأطباء. يعني مثلاً أنا في الجزء الغير جراحي أحول الحالة إذا احتاجت جراحة حق طبيب جراحي أو طبيب جراح تجميل. زين، سؤال يطرح نفسه، يعني ليش الأمر والاتجاه للتجميل أصبح الآن ترند وحاجة وصار عند البعض الناس هوس، بينما ما كان موجود بالثمانينيات والسبعينيات، ولا كان موجود وما ندري عنه؟ لا كان موجود بس مو موجود عندنا وايد ومنتشر في الكويت والكل قانع وراضي، بس مع السوشيال ميديا ومع الفضائيات أيام قبل الفضائيات والحين سهل وايد نشرة. الحين كل شيء جديد قاعدين يشوفونه وهذا أمانة الجانب السلبي من السوشيال ميديا هو اللي نشر هذا الموضوع. بالضبط. يعني أنا لما أقول لك إنه سوق وكل من قاعد يشتغل فيه والحكومة أو وزارة الصحة ما هي ملحقة عليه، نعم بالإنستغرام لو تدخل تشوف 60,000 موقع لخلطات التبييض، لأدوية التبييض أو كريمات تبييض اللي الكل قاعد يمشي وراها، علاجات للشعر، وناس ما تعرف إذا هم أطباء ولا لا. طيب أنت من يعني بحكم أيضا الخبرة والتخصص ومن موضوع الواقع اللي موجود وتصحيح هذا المفهوم الخاطئ، الكثير نشوف خلطة مضمونة 100% الخلطة السحرية لتبييض البشرة، لإطالة الشعر، تطويل الرموش، هذه يعني ضرت البعض لدرجة أنه البعض أصيب بأمراض مزمنة صار صعب علاجها. هل فعلا أنتوا عندكم يعني خلطات ناجعه وناجحه 100%؟ اول شيء استاذ غالب هني نرجع حق النقطه اللي قاعد اقول لك، انا ما اشرح على اللي عرضت منتج، انا اشرح على اللي راحت وشرت المنتج هذا. الانسان معرض يعني للجذب وسائل الجذب مو هذا هو اللي انا قاعد اقول لك، اذا انت كنت انسان متعلم وعارف، اول شيء لازم تعرف ان الكريمات لازم تصنع داخل مصنع علشان نقيس درجه تماسك الكريمات، ولا كان كل دكتور سوى كريم وباعه على الناس. لان الناس اللي تعلن عن الشيء هذا يا دكتوره مقنعين، يطلع فيديو ويطلع هو فيه عن تجربه، واسال مجرب ولا تسال طبيب، جربناه هذه الخلطه ممتازه، حتى اسالوا فلان وفلان ويطلع كذا واحد، فالعالم تقتنع. المشكلة إنه ما تجازف بصحتك أستاذ غالب، ممكن تقتنع بنفنوف، ممكن تقتنع بحذاء، ممكن تقتنع بمطعم معين قالوا لك روح وأخذ منه، إلا شيء بالصحة.
إلا شيء في صحة الجسم، هذا الواحد ما يجازف فيه. إحنا بنشوف وعي الناس، ولذلك سجلنا مع مجموعة من الناس نشوف الوعي تجاه هذا الجانب، ثم نرجع لك مرة ثانية. عمليات تجميل عندنا مشكلة بالكويت صراحة، بناتنا كلهم صاروا طقة واحدة مثل. أنا بصراحة قمت ما أعرف أفرق بين اللي قاعد تبتسم لي صج ولا ويها ظل مبتسم مع عمليات التجميل. ما أشوف فيه شيء، بالعكس هذا مو هبة، هذا أعتقد أنه تحسن الشيء في عين زوجها. هبة بين البنت لازم تكون واثقة من نفسها، الثقة بالنفس هذا أهم شيء. صار موضة التجميل بين البنات، وأكثر شيء يقلدون الفنانين والفنانات. أشوف أن السبب الرئيسي أن البنات قاموا يتجهون حق عمليات التجميل هو المعايير الجمالية اللي قاعد يفرضها المجتمع عليهم. حياكم الله من جديد، وتابعتي معنا التقرير دكتورة شمائل، إيش رأيك بكلام الناس اللي قال أو بعض الكلام؟ كلهم كلام صح. في ضغط نفسي أحيانا على المرأة من زوجها أنه يبيها في شكل معين، يبيها الشباب أكيد. يستمر يبي أكيد. أكيد في أحيان أنا وايد مراجعاتي يوني تقول لي دكتورة زوجي يبيني أتغير. أقول له شلون يعني تبي تتغير؟ يقول لي بس كبرتي ويبيني أتغير. يقول بحط عليك مرة إذا ما بيتزوج عليها إذا ما تغير، إذا ما تغيرتي. هالكلمة هذه هذا يكون حقيقي ولا من باب الغشمرة يعني؟ الرجال ما يقولها غشمرة، الرجال يمكن يضحك وهو يقولها بس هو يعنيها ناوي هو ناوي بس إنه طلع له أذر. قلت له شوفي حبيبتي، لو بتغيرين من الحين وتصيرين ملكة جمال الكون، لو بياخذ عليك مرة رح ياخذ عليك مرة، ولو أنت هذه مثل ما أنت وما تغيرتي إذا ما بياخذ عليك ما رح ياخذ عليك. بس يصير وايد عندي مراجعات يكون عندهم ضغط نفسي من الزوج، من الحمولة. أنا اللي أستغربه إن من تدخل كنة جديدة بالعائلة الكناين اللي موجودين القدم إيون يبون يصيرون أحلى من الكنة الجديدة، حتى لو كانت أصغر منهم 15 سنة. حتى لو كانت بالضبط صار لهم 15 سنة مع الحمولة تبي تصك على الكنة الجديدة. فهذا مفهوم صار الحمولة دهم تقول يطالعوننا ويشوفوننا ويبوننا إحنا نكون الأحلى. بس هذه مو مسابقة بالضبط يعني، وما ما قاعد أقول لك صاير نفس الضغط النفسي يعني. هذا هو ضغط نفسي من الزوج، من الحمولة، وساعات من الصديقات. واحدة جتني قالت لي دكتورة أنا مالي بالتجميل، عمرها 60 سنة، قلت بس أقعد مع رفيجاتي أنا كني يدتهم وهم صغار. طيب رفيجاتها بنفس العمر؟ نفس العمر، من عمري ومن طقتي، بس إن هم مجملين شوية، مجملين شوية وشكلهم زين، سويني زينة كذي تقولي هالكلمة هذه ما لها بالتجميل. فيصير ضغط نفسي أيضا من الصديقات. شنو أغرب الخلطات اللي وصلتك وقالوا لك إن هذه فعلا مجربة ومضمونة في موضوع الخلطات؟ أنا ما وصلتني، أنا مرة في واحدة بإنستغرام منزلة خلطة الدكتورة شمايل عندي، قلت أنا بحياتي سويت خلطات. وكلمتها بإنستغرام قلت لها ترى أنا ممكن أرفع عليك قضية على هالكلمة هذه. الخلطة أو الكريمات لما تيجي تتسوى لازم يبي لها مصنع لقياس درجة تماسك المنتج. مثلاً الفيتامين سي ممكن يأكسد الكريم الثاني، مادة ثانية إيه فتنتهي صلاحيته وتتأكسد. الخلطات مو بالسهولة هذه، وأغلب الخلطات اللي تعطي نتائج رائعة أستاذ غالب يكون فيها كورتيزون. الكورتيزون أول ما تحطه على البشرة البشرة تصير نفس الرخامة. هذا في الفترة الأولى، وبعدين الضرر من توقف الخلطة هذه تي عاد الأضرار الجانبية مالت الكورتيزون توسع بالشعيرات الدموية، ترقق بالجلد، وممكن تصبغات يغمج المكان بدل ما يبيض. فأنا وايد حالات عندي قاعدة أعالجها الحين من مضاعفات الكورتيزون والكريمات والخلطات اللي كانوا يستخدمونها. طيب خلينا نروح إلى موضوع ثاني من مواضيع التجميل غير الشكل، اللي هو شفط الدهون، نحت الجسم. نسمع بين فترة والثانية أن المشهورة الفلانية، سمعنا بممثلات يعني عربيات وغيرها سوت عملية شفط دهون ماتت. سمعنا عن أكثر واحدة من حالة في الكويت أيضا سوت شفط دهون وماتت. هل الأسباب بعد طبعا كتابة الله سبحانه وتعالى لأعمارهم هذا قدر، ولكن نتكلم عن الأسباب الطبية، هل هو خطأ في عملية شفط الدهن ولا نتيجة مضاعفات صارت بالعملية؟ يكون في عندنا كذا عامل
الموت أثناء العملية الجراحية بغض النظر ذي هي تجميل ولا مو تجميل. أول شيء حالة المريض الصحية رقم واحد. رقم اثنين عندنا التخدير وطبيب التخدير، لأن في وايد حالات صار في وفاة في أثناء العمليات في التجميل بسبب طبيب التخدير، زاد جرعة التخدير، ممكن زاد جرعة التخدير، ممكن ما عرف شلون ينسق ما بين التخدير اللي هو حاطه والتخدير اللي قاعد يستخدم حق منطقة البطن للشفط. أوكي، فمو اللوم لا يلقى كله على طبيب التجميل أو جراح التجميل. هل أفهم من كلامك دكتورة أن مو أي أحد يشفط دهون تصلح له عملية شفط الدهون نتيجة أن جسمه ما تقبل نسبة المخدر اللي دخلت جسمه؟ لا ولا عدم توفيق من طبيب التخدير؟ عدم اي انه ممكن يكون في الوزن الزايد مثلا على سبيل المثال، طبيب التخدير حط جرعه شويه زياده، حط جرعه اقل. فهمت قصدي؟ فاذا عمليه خطره مو بسيطه، مو كل العمليات خطره اذا بتدخل تحت بنج تعتبر هي من تصنف ما هي بسيطه. اوكي، كل العمليات انا بقوله انه لما يصير في حاله وفاه اثناء الشفط، عملية الشفط، شفط الدهون، اللوم لا يلقى كله على طبيب التجميل، لأنه ممكن يدخل في عندي كذا عامل ومنه طبيب التخدير. وممكن تصير مضاعفات، كمية الدهون اللي تم شفطها تكون وايد عالية، أعلى عافية. فلما تكون نسبة إلى كتلة الجسم، عافية عليك، تكون لكتلة الجسم، فهذه الأشياء ممكن أن هي تأثر على شيء هذا. ممكن أن شريان بالخطأ ممكن يصاب أثناء عملية. هذه من مسؤول عنها؟ وين الرقابة؟ وين يعني؟ الرقابة موجودة، ولكن هذه مضاعفات. أنت قبل لا تدخل أستاذ غالب أي عملية يعطونك دفتر، طيب، أوراق تقرأ عشان توقع عليه، أنه ممكن يصير في مثلا شلل مؤقت، ممكن يصير في عندك مثلا غرغرينة، ممكن يصير عندك اللي مقبل على هالنوعية من العمليات يا دكتورة. أمانة، هل راح يقرأ هذه التفاصيل؟ إيه، لازم يقرأها، لازم يقرأها، وإذا ما قبل هذه وجهة نظرك أنه لازم يقرأها، بس هل الواقع هم يقرون ولا هو خلاص جاي عمياني يسوي العملية؟ هم ما يقرون، هذه المشكلة، هم ما يقرون، بس أن هذا شيء لازم الواحد يقرأ. أنا لما تيجي عندي أي مراجعة علشان أحمي نفسي وعشان أحميها، أقول لها والله عزيزتي أنا بسوي لك على سبيل المثال بوتوكس حق منطقة الجبهة، هذه التعليمات لازم تتبعينها، وهذه المضاعفات اللي ممكن تصير. الحين ممكن تصير 0.1%، بس أنا احتمالية لازم بسيطة. Exactly. بس أنا لازم أذكرها. قبلتي قبلتي، ما قبلتي لا تسوين، مو لازم، لأن هذا مو شيء ضروري، هذه مو مسألة حياة أو موت، وأنا أبي أنقذ حياتك. هذا تجميل. بالمناسبة دكتورة، شنو الفرق يعني هم من باب تصحيح هذه المفاهيم بين البوتوكس والسيليكون؟ ونسمع فيلر، الفيلر يعني قد يكون أي مادة، شنو تصنيف الناس؟ الناس في خلط عندها يعني كل واحد يغرد على ليلى. أوكي، هذه الأشياء احنا نسميها الانجكتابلز أو الأشياء التي قابلة تحقن الحقن. قابلة للحقن. نية على البوتوكس، البوتوكس هي عبارة عن مادة، وهي عبارة عن مادة سمية تؤخذ من البكتيريا. هذه المادة السمية تعمل على وقف حركة العضلة بشكل مؤقت من 3 إلى 6 شهور تقريبا، علشان لما تيجي تضحك ما تصير في عندك تجاعيد صوب منطقة العين، عشان لما تيجي ترفع حواجبك ما تصير عندك خطوط في منطقة الجبهة، وعشان لما الناس اللي تيجي تعصب وايد تعقد النونة ما تصير الخطوط هذه اللي موجودة التعبيرية تكون هنا. هذا بالنسبة حق البوتوكس، ونعيده كل 3 إلى 6 شهور تقريبا. يعاد، لأن المادة هذه إيش؟ تروح تتحلل من الجسم. اي نعم، تطلع عن طريق الجهاز الليمفاوي. لا نهائيا، ومضاعفات وقت الحقن اللي ممكن احنا اذا مثلا دكتور زاد الجرعه، اذا مثلا دكتور ما يعرف العضلات وين مكانها او الحقن، هي النتائج غير دائمه يعني. كل 3 إلى 6 شهور لازم صيانه نقولها مينتننس، صيانه دوريه اللي هي المفروض للسيارات صارت للبشر، او يصير للبشر. ليش؟ كل شيء يحتاج صيانه استاذ غالب. مكلفه؟ اكيد مكلفه، لانها رفاهيه، لان مو اختيار كيفك. إيه بالضبط، يعني مو نفس انت بتروح تسوي مثلا تخطيط للقلب نتيجه مرض لا سمح الله، نتيجه مرض تخطيط القلب وتسويه كصيانه دوريه حق القلب، غير لما تيجي تسوي بوتوكس حق الجبهه عشان ما تبي تجاعيدك تبين. هل فعلا في اماكن في الجسم يمنع على الاطباء استخدام البوتوكس فيها؟
ما في هي مو البوتوكس فيها نستخدمه لعضلات معينه والدكتور عارف وين العضلات هذه اللي بيحقنها علشان نحصل النتيجه. يعني بعض الاطباء يقولون في المنطقه في منتصف الجبهه هذه يعني هي منطقه تجمع، هذا كلام من بعض الاطباء لمجموعه من الاورده والشرايين، وبالتالي هي خطره. هذا حقن الفيلر في المنطقه هذه. الحين بس قلنا الحين البوتوكس نيجي على نتكلم عن الفيلر. الفيلر يعني اي ماده نعبي فيها. الفيلر قد يكون دائم نفس المواد اللي كانت تحقن من قبل، نفس الاكوالفت المواد الدائمه واللي لها مشاكل وايد كبيره، وفي مواد شبه دائمه اوكي ممكن اللي تحتوي على الكالسيوم، وفي مواد المؤقته اللي تتم تقريبا ثمان شهور الى سنه تقريبا اللي هي الهيالورونيك اسيد. الهيالورونيك اسيد من امن المواد استاذ غالب اللي الواحد ممكن انه هو يستخدمها، لان ممكن ان احنا نذوبها في حال ما عجبتنا النتيجه وتروح من الجسم خلال سنه تقريبا من الحقن. فاماكن الحقن مهمه. ليش انا اقول لك لازم طبيب يسوي الاجراء هذا؟ انا كطبيبه عارفة علم التشريح وعارفة وين هذا الشريان يمر وبأي مكان يمر علشان أنا أتفادى الحقن في المنطقة هذه. فبالتالي الفيلر والبوتوكس أو أي مادة قابلة للحقن ما لازم تكون عند أي أحد. Exactly. لازم تكون عند طبيب عارف علم التشريح. مو صالون. أكيد مو صالون. أكيد. إحنا بنوريش تجربة دكتورة. تجربة إحدى المريضات إن صحت التسمية. نتابع هذه التجربة ومن خلالها يعني نفتح موضوع جديد إن شاء الله. فخذ لي القرار فترة طويلة على ما أخذه، بس لما خذيته لقيت نفسي. ليش لجأت لهذا كله وسويته؟ لأني كنت حالي حال باقي زملائي أو الناس اللي معنا. أبي أصير حالي حال الناس، أبي أرضيهم، أبي أكون شبيهة الناس اللي موجودين في المجال. إحنا كلنا صرنا يعني نسخة. شوفي يعني أنا للأمانة لما طلعت وصرحت وأعلنت أني شلت ما كان عندي أي هدف تجاري. أنا فعلاً أبي الناس تستفيد من اللي أنا مريت منه بكل حب. فلما يكون الشيء مضايق المرأة لا أنا ما عنها تسويه، بس لما يصير الموضوع إدمان لما نفس ما أنا حاشني لا كان غلط. فاخترت أنه حتى لو راح يكلفني الكثير وممكن مثلاً أصير في عين المنتجين مو نفس الناس اللي مثلاً مطلوبين أو يشتغلون، بس على الأقل ألقى نفسي، ما أخسر نفسي عشان أشتري أشياء ثانية ما راح تدوم لي. شكرا لصراحة الفنانة أمل العنبري. يعني كثير من الفنانين، وقلت لك هذا ممكن متعلق في موضوع المهنة، صحيح، يعني الوجود في الوسط الإعلامي أو الفنانين أو غيره أو المشاهير أحيانا يتطلب أنه يعتقد أنه لازم يكون في الشكل اللائق دائما لإرضاء الناس مثل ما قالت أمل. هذا الجانب كيف تتعاملون معه كأطباء؟ يعني إذا واحد وصل لنتيجة غير مرضية مثلا، مو اللي بباله، مو اللي يبيه، شلون تصححه له؟ يعتمد على حسب هو شنو اللي مسويه، شنو اللي سواه، سواء جراحة تجميلية أو إجراء تجميلي. أغرب الحالات اللي مرت عليك في هذا الجانب؟ أغلب الحالات أغربها ما في حالات غريبة، بس إنه مثلا هي عندها ممثلة عندها دور إن هي لازم تكون متينة في الدور. طيب. هذا وهي ضعيفة. فتي تقول لي دكتورة أنا ويهي لما أمتن ما يمتن معي، فحقنيني فيلر حق الدور هذا. هذا كان شيء عشان أبين أن أنا متينة. فحقنت أمانة ما أحقن الوجنات، أحقن بطريقة بحيث أنه يبين الوجه شوية مليان. طبعا في حد معين إحنا لازم نوقف عنده ما توقفون عنده. فقلت لها هذا الماكسيموم اللي أقدر أسوي. هل فعلا أنه عمليات تكبير الصدر أو تصغيره تؤدي، يعني المادة اللي يحقنونها في الصدر تؤدي إلى سرطان الثدي؟ تكبير الثدي جراحيا عن طريق السيليكون أو حشوات السيليكون ما لها علاقة في سرطان الثدي، لا تسبب سرطان. ما تسبب سرطان الثدي، ولكن لا ينصح في أن واحدة يكون عندها
فاميلي هيستوري او تاريخ عائلي مرضي بسرطان الثدي ان هي تسوي اي شيء في منطقه الثدي، لان هذا ممكن يصير عندها سرطان وما يبين في الاشعه لما تسوي. طبعا حقن المواد او حقن الفيلر في منطقه الثدي انا لا انصح فيه بالنسبه لي انا وكوجهه نظر كطبيبه جلديه وتجميل. حتى لو كان مثلا لجراحه تعويضيه مثلا عن ورم ازيل مثلا في الثدي وبالتالي بالعكس هذا هني نسميه ترميم الثدي. فترميم الثدي في حالات وايد الحين ليش احنا الحين ما قمنا نخاف وايد من سرطان الثدي؟ شنو اللي ممكن يصير؟ ينشال الصدر كله كامل، سهل على جراح التجميل انه هو يسوي ثدي من يد جديد حق المريضة. بس باعتقادك انت قبل شوي قلتي ما في علاقة بين سرطان الثدي والمواد السيليكون او غيرها اللي تحقن في الصدر، حشوات السيليكون. بس تقولين لا انصح الجديدة. ما انصح في حال اذا كان عندها فاميلي هيستوري، يعني اذا كان تاريخ عندها مرضي في العائلة. تاريخ مرضي بالعائلة، لان ممكن يسوي ماسكينج، ممكن عندها قابلية لتكوين المرض هذا. ولكن لترميم الثدي بعد استئصال السرطان ممكن ان احنا نستخدمها. يمكن من الأرقام الملفتة بالنظر ويمكن حضرتك دكتورة شمايل تساءلتي عنها، يعني اللي هي 30% من المتوجهين لعيادات التجميل من الرجال. نعم. هل الرجال يعني في تزايد بالإقبال على عمليات التجميل؟ وايد. أنا الأرقام هذه ما أعرف الأرقام بالكويت. في أي نوع من العمليات؟ أي بالأرقام بالكويت أنا أمانة ما أعرفها، لأن ما في عندنا إحصائيات واضحة، فإحنا دائما نعتمد على الإحصائيات اللي تصير في أمريكا. فعمليات التجميل من 2017 ل 2018 زادت 2% والإجراءات التجميلية فوق للرجال. للرجال والنساء. أوكي. فوق ال 17 مليون إجراء تجميلي تم في السنة هذه تقريبا، فزاد 2%. عدد الرجال اللي قاموا يسوون تجميل تضاعف وصار أكثر من الضعف خلال عام واحد، خلال عامين، خلال من عامين. 2016-2017. شنو أكثر العمليات اللي يتوجهون لها الرجال بحكم أن اختصاصك أعتقد في الماجستير هي جراحة التجميل؟ الرجل. احنا عندنا لما نتخصص في التجميل في اوجه للتجميل، فانا لما اي اسوي تجميل وجه الرجل لانه يختلف عن تجميل وجه المرأة. فعندي ماستر في تجميل وجه الرجل، بس هذا نتكلم عن الاجراءات الغير جراحية. فهمت قصدي؟ طيب اللي هو البوتوكس. شنو اكثر عمليه يتوجه لها؟ البوتوكس. والبوتوكس هذا الشائع عند الحريم وعند الرياييل، اكثر شيء فوق ال 7 مليون حاله من ال 17 مليون، 7 مليون حاله بس اللي مسوين بوتوكس من الرجال. من الرجال والنساء. ليش تعتقدين الرجل يعني بيغطي شيء بابيض ويصبغ اسود؟ يبي يتشبب. مفهوم. لكن يبي يتشبب فيغير خطوط الزمن، يعني يوقف في الخطوط التعبيرية، يصبغ، يبين شكله أصغر، ولا 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 فقط يبي يوقف خطوط الزمن لإرضاء نفسه يعني؟ لا، الحين اللي قاعد يصير إن الأغلب قاعد يسوي لإرضاء نفسه. الأغلب قاعد يسوي لإرضاء نفسه. في حالات اللي قلت لك الحالات المرضية هذه داخلة بعد في الموضوع. بس عادة الرجل لما يبحث عن التجميل يبي يبين أصغر من عمره. المرأة لما تبحث عن التجميل تبي تبين أنها هي أحلى من قبل. يجونش رجال يقولش أبي عملية نحت ولا فك ولا غيره؟ إيه موجودين وايد هالفئة. لأن يعني يشوف مثلا مو بوتوكس على الرجال فقط. المطرب الفلاني عنده تحديد واضح للفك، يكون يقول لي دكتورة أنا مثلا وجهي ضعيف وأنا شكلي كل من يعطيني أصغر من عمري، يعني مثلا هو طيب بالثلاثينات يقول بالعشرينات زين. يقول مرتي تبين أكبر مني، مو لأن هي كبيرة، لأن أنا شكلي أصغر بيبي فيس. فالريال يبي يكون شوية وجهه رجولي. والله غريب رجولي. يعني الأمر يعني لا الكبير راضي بعمره أنه يكبر، ولا الصغير راضي بعمره أنه بيبي فيس. يعني. لا يبي يكون شكله رجولي أكثر. أستاذ غالب، إحنا الرأي الشرعي بعد ما غفلنا الجانب الشرعي والرأي الشرعي في عمليات التجميل. من باب بعض الشرعيين يقولون يعني ما بين ممانع وبين معارض وبين موافق. لأن نتابع معه ثم نرجع لك إن شاء الله. هذا خلق لله سبحانه وتعالى،
فلا يجوز لنا أن نقوم بالتغيير والتبديل. إذا كان هناك حاجة لحادث مثلا أو لوجود عيب أحيانا يكون عند الإنسان، لا مانع من ذلك، فالشريعة الإسلامية أمرت بالتطبب. إذن نفرق بين الجانبين، لا نؤيد من ليست لديه عيوب خلقية أو حوادث، من يريد أن يبحث عن التغيير والقياسات، تأتي بعض النساء وأحيانا حتى الرجال يريد أن يشابه صورة معينة، هذا الذي يمنع أنه لمجرد التغيير. أما إذا كان هناك عيب لا إشكال في هذا الأمر، ودائما أنا أقول إذا كنتم قد جملتوا من الخارج العمليات التجميلية وليست الترميمية فقد شوهتم من الداخل. قال الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل على لسان إبليس فيما يأمره من التغيير والتبديل، ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. إذن ما تفضل فيه الأستاذ الدكتور محمد الطبطبائي أنه تغيير الخلقة مرفوض، ولكن للتطبب لنتيجة عملية مثلا حادث ولا غيره يتفق مع يعني الرأي اللي طرحته قبل قليل. وبالتالي الجانب الشرعي هذا تعتقدين هل له مكان عند الكثير من الأطباء اللي يمارسون العمليات التجميلية دون الأخذ بالرأي الشرعي؟ يعتمد طبعا، الكل يحترم الرأي الشرعي في الموضوع. أنا بالنسبة لي أيضا وايد مهم هذا الشيء بالنسبة لي، ولا أحب أن أنا أشتغل في شيء يشوبه الحرام على قولتهم. ولكن أنا بالنسبة لي البوتوكس والفيلر أستاذ غالب، المكياج حرام؟ ما أنا مو شرعي ما أقدر أجاوبك. فإذا كان المكياج اللي هو نحطه للتجميل، أنا مثلا أحط الكحل والحمرة والبودر، أنا أقيسها على هالمنظر هذا، المكياج بالنسبة لي أنا مو حرام لأنه بشكل مؤقت ويروح، بس أنا أجمل نفسي أو شكلي بالفترة هذه المؤقتة وبعدين بمسح المكياج. نفس الشيء البوتوكس أو الفيلر، أنا بجمل نفسي بالفترة هذه المؤقتة وبعدين يروح مفعولة، فأنا أقيسها على هالمقياس هذا. بس ترى الدكتور الطلطاوي ما اختلف معاكم، يعني هو يقول إذا بتغير الخلقة كذي بدون سبب حرام، لا يجوز، لكن اللي نتيجة حادث ولا هذا يعني هذا اللي نتكلم عنه بالنسبة، هذا شيء خالصين منه أو مفروغ منه، أن تعديل بسبب أو ترميم بسبب حادث أو حرق أو تشوه خلقي صار، هذا شيء خالصين منه. هل تعتقدين أنه عمليات تجميل في الكويت مكلفة، أجورها عالية ولا أسعارها مناسبة؟ وايد عالية. وايد عالية. ليش؟ التجميل بالعالم كله أستاذ غالب وايد عالي. ليش؟ لأن تجميل شيء رفاهي، ما حد ميت من اليوع يبي يروح يكبر شفايفه. فاهم قصدي؟ فما راح يلجأ للتجميل إلا اللي عنده القدرة للتجميل، هذا رقم واحد، وما راح يلجأ أحد للتجميل إلا هو مرتاح من جميع النواحي عشان يلجأ للتجميل. البعض يأخذ قرض عشان يجمل. نعم. موجود هالحالات. وايد حالات. وايد حالات تكون كذي. بس التجميل إن جنرال، التجميل الصحيح يكون غالي، ما هو رخيص. هل من ناحية الجودة يعني مقابل هذا السعر العالي واللي اختياري مثل ما تفضلتي، يعني ما حد طقك على يدك إلا إذا أنت صحيح تبي أو عندك القدرة المادية، من ناحية الجودة في الكويت كيف هي الجودة في العمليات التجميل؟ في عندنا طبعا احنا الحين نتكلم عن العمليات وعن المواد اللي موجوده. طبعا المواد تلقى في منها الغالي اللي هو الهاي كواليتي او النوعيه اللي تكون جدا جيده وعليها دراسات وامنه باذن الله تكون موجوده واف دي اي ابروفد، اللي هو معترف من قبل هيئه او منظمه الغذاء والدواء الامريكيه. وفي عندنا المواد اللي تكون شويه رخيصه. المواد الرخيصه في وايد ناس يلجؤون لها، واحنا كنا نحذر من اللجوء حق المواد الرخيصه هذه، لان انت قاعده تجازفين بصحتك في النهايه، راح تذوبين الماده وترجعين حق دكتور يذوب لك الماده وتحقنين ماده بدالها، فبدال ما تصرفين مبلغ خلينا نقول على سبيل المثال 500 دينار، ممكن تصرفين مبلغ 5000 دينار بعدين للتصحيح. شو تسوون دكتوره في مثلا اللي يتوجهون اللي يكونون متان شويه؟
الله يعطيهم الصحة والعافية ويسوون عمليات التكميم. نعم. بعد فترة ينزل وزنه بشكل مفاجئ. صحيح. يصير فيه ترهلات كبيرة. ما يلجأ للرياضة أو ما عنده القدرة أو عنده مشاكل صحية إنه ما يقدر يشد الجسم عن طريق الرياضة. فبالتالي يحتاج. ما راح يشد الجسم عن طريق الرياضة بعد عملية التكميم ونزول الوزن المفاجئ. هذا وهم. هذا. ما يصير. إيه بالرياضة بروحها لا لا يمكن. ما يصير. لا يمكن. شو يصير؟ لازم يصير فيه ترهل. يعني يا أن الشخص يقبل نفسه بالشكل اللي هو فيه أو أنه هو يلجأ لعملية استئصال الجلد الزايد هذا. هل هذه النوعية من العمليات في التجميل لإزالة هذه الترهلات بعد عمليات التكميم خطرة؟ والعادية يعتمد قلت لك على حسب من الدكتور اللي انت رايح له، طبيب التخدير اللي راح يشوفك، التخطيط اللي الدكتور راح يسوي لك اياه. خلينا نقول الظروف كلها مثالية. ايه؟ طبيب زين، بعيادة زينة، بتخطيط لا زين، لا ما هي خطرة، كل شيء تمام. هل فيها خطورة؟ ما هي نسبة يعني ما انا ماني فاهم السؤال. خطورة انها تصل الى درجة انه ممكن يدش بغيبوبة ويموت. اي احد ممكن يدخل عملية، ممكن يدخل بغيبوبة. دكتور هذا كلام ويموت. بالمطلق انت بالاول قلتي لي يعتمد على من الطبيب، فقلت لك كان هذا سؤال افتراضي، فاذا كل الظروف مثاليه اي العمليه خطره ولا عاديه؟ ما تعتبر خطره. لا ما تعتبر نسبة من العمليات الخطره، نسبه نجاحها عاليه ولا إذا تعتبر إن هي مثالية. خطره اذا الظروف مثاليه. نعم. احنا نتوقف معك فاصل ثم نعود بالعربي فقرتنا الاخيره مع الدكتوره شمائل السنافي. حياكم الله من جديد وضيفتنا الكريمة الدكتورة شمائل السنافي استشارية الجراحات التجميلية. دكتورة بالعربي، لا يصلح العطار ما أفسده الدهر. ساعات يصلح. الجمال هو جمال الروح. أكيد. متأكدة؟ أكيد. والشكل؟ جمال الشكل بدون جمال الروح ما يسوى شيء. بالعربي، من هو اللي يحتاج عمليات تجميل؟ اللي يحتاج عمليات تجميل. بالعربي، عمليات التجميل خلت نسائنا متشابهات كأنهم سيارة واحدة طالعة من مصنع واحد. صح. تتفقين معها؟ أتفق مع وايد حالات. أي. والروح تفرق بينهم؟ شلون؟ الروح. أكيد. بس الشكل واحد. أنت متفق أن جمال الروح غير. أكيد أكيد. إقبال النساء على التجميل سببه الرجال، صح أم خطأ؟ 80% من الحالات. 80% صح ولا خطأ؟ 80% من الحالات صح. إن سبب إقبال النساء على التجميل الرجال. يس. بالعربي، الرجال وعمليات التجميل يبون يكونون أصغر من عمرهم ويتشببون. أمر مشروع ولا غير مشروع؟ بالنسبة لي مشروع. بالعربي، الشكل الخارجي أهم من المضمون؟ لا طبعا. صحيا، التاتو هل يعني يكون خطر على الجنين خصوصا اذا كانت المرأة حامل؟ اول شيء ما احب التاتو وما له علاقة بالجنين اذا كانت المرأة حامل، بس شيلة التاتو وايد صعبة فأحذر منه. بالعربي، البريسنج اللي هو ثقب الأنف والأذن والسرة، اين الجمال في هذا الموضوع واين الضرر؟ الجمال وجهة نظر، واحدة تشوف إن هي تبي تسوي الخزامة مثلا أحلى، أو بالنسبة حق الإذن تبي تحط أكثر من مكان. يعني إحنا بالنسبة لنا كحريم من وإحنا صغار متعودين على بس ثقب واحد بالإذن، بس لما يصير في عدة ثقوب في الجسم ممكن يصير في حالات التهاب، ممكن إذا ما رحت حق شخص صحيح أو شاطر إنه هو مثلا كدكتور أو صيدلاني يسوي لك الإجراء هذا ممكن يصير في نسبة التهابات وايد كبيرة. بالعربي، غياب الإحصائيات في عمليات تجميل في الكويت مشكلة كبيرة. بالعربي، في أمريكا 16 مليون شخص لجأوا لعمليات تجميل من أصل 300 مليون. 17 مليون شخص في 2017 لجأوا لعمليات. شنو مؤشر هالرقم عندك؟ ممكن لو تسوي إحصائيات بالكويت عندنا النسبة تكون أكبر. بالعربي، هل السيلفي وموجة السيلفي والتصوير بشكل عام
زادت من توجه الناس لعمليات التجميل حتى يكونون في شكل ومظهر أحلى؟ بالنسبة لي ياس السيلفي مصيبة صارت بالنسبة لنا، لأن تبي تصور تين تقول لي أبي هذه الصورة لما أصورها ما يبين عندي الخط في المكان ولا غلطة هذا. ما تبي ولا غلطة. قلت لها حبيبتي الصورة تتغير من كذا جهة، فلا تأخذين هذا المقياس حقك. بالعربي عمليات التجميل سوق رابحة، صح أم خطأ؟ صحيح. بالعربي صالونات تمارس أعمال التجميل، ماذا تقولين فيها؟ وايد وايد. وأنا للأسف أنا الحين ما أشرح على اللي عرض، أنا أشرح على اللي راح حق هذا العرض، لأن الحين إحنا وظيفتنا كأطباء، وإذا تشوف إحنا وسائل السوشيال ميديا قاعدين نستخدمها للتوعية الصحية، فأكثر من كذي توعية إحنا قاعدين نسوي، وإن أنت لا تجازفين بصحتك ولا تجازفين في جمالك وبشرتك، فلازم تلجئين حق طبيب. بالعربي الحنة والتجميل. الحنة. إيش فيها الحنة؟ والتجميل لها ضرر؟ الحنة. الحنة، الحنة الحمراء ما لها ضرر. طبيعية. الحنة السوداء التي تضاف لها صبغة ممكن أن هي تسوي حساسية تلامسية، وهذا ممكن يسوي مرض. الكحل، الكحل العادي والكحل اللي يسمى الأثمد، هل أيضا ضرر في عمليات تجميل أو تجميل وجه المرأة؟ المكياج إن جنرال والكحل استخدام، يعني أنا قاعد أستخدم الكحل عادي، بس ما في إلا إذا كان نسبة الرصاص تكون فيه جدا عالية. الأخطاء في عمليات التجميل ماذا تقولين فيها؟ كثيرة. واردة. واردة. والأخطاء الحين في عندنا مضاعفات للشيء هذا، وفي عندنا خطأ طبي، خلينا نفرق بينهم. أنا لما أي أسوي إجراء تجميلي أحط المضاعفات للمراجعة اللي ممكن أن هي تصير، وهذا شيء وارد ويحدث مع أي دكتور لو هو كان أشطر دكتور، ولكن الإهمال الطبي أو الأخطاء الطبية هذا اللي إحنا المفروض ما نسمح. بالعربي الأقنعة، قناع القهوة، قناع الكركم، الخيار، الليمون، هل هي حقيقة ولا وهم؟ الأعشاب وبعض الأعشاب وبعض المواد اللي إحنا نستخدمها بالطب البديل كانوا أيضا يستخدمونها ولا زالوا، وأنا أحب الأشياء الطبيعية، بس شنو المطلوب منها؟ يعتمد على حسب. تبي تستخدم صبار على شعرك تقدر تستخدمه، بس لا تتوقع أن شعرك راح يوصل للركبة مثلا. التجميل، هذا سؤالنا الأخير، هل في المستقبل راح تتوسع عمليات التجميل أكثر وأكثر، ولا راح يتوقفون الناس عند هذا الحد؟ لا أكيد أكيد أكثر وأكثر. كل مالنا وقاعدين نتطور، وكل مالنا وقاعدين ناخذ راحتنا في كل شيء، مو بس بالتجميل، التطور قاعد يصير في كل شيء، والتطور نوعا ما قاعد يكون شوية مخيف. مخيف. إن شاء الله يعني أزلنا الخوف واللبس في بعض المفاهيم الخاطئة. في نهاية هذه الحلقة مع الدكتورة شمايل السنافي، أتمنى لك كل التوفيق. شكرا لوجودك معنا في البرنامج، نتمنى المعلومات اللي قالتها الدكتورة شمايل فادت وصححت بعض المفاهيم الخاطئة في جراحة التجميل. شكرا لك. تسلم، حياك الله. إلى اللقاء في لقاء آخر إن شاء الله بالعربي. مع السلامة.